is our speaker. We're in Moscow in the intervention in Matthew City. شكرا للسادة الدكتورة هدى سلامة والسادة الدكتورة سمر الكوداش على الاسم الجلسة دي ونوجه الشكر لشركة جانسن. صراحة أنا بوجه الشكر لشركة جانسن على دعمها للمؤتمر والمادة العلمية اللي هو المؤتمر. تاني نقطة احنا صراحة بنوجه لها شكر على دعمها اللي احنا بنشوفه في طلبة الجامعة، سواء كان الدعم ده موجه للطلبة للونج اكتنج انجكشن، سواء كان ده في حالات الام اس، انها بتدعم الطلبة مجانا، بتحاول تديهم علاج انا شايفه انه فيري فروتفول وغالي جدا، وده مساهمة اظن من الشركة ان هي تقف معانا في this very early and devastating disorder زي السكيزوفرينيا والام اس. فشكرا لجانسون، واحنا هنبتدي for early intervention in management of schizophrenia. انا النهارده هتكلم على التشالنجز اللي بنشوفها في effective treatment of schizophrenia including the treatment و how to overcome the treatment non-adherence and how to develop comprehensive management strategy to support long-term schizophrenia من الأول، وإزاي نقف قدام البيشنتس بارير تو امبروف الأوتكم، ودي حاجة إحنا كلنا بنشوفها في عيانين السكيزوفرينيا. دي دراسة عشان إحنا بنتكلم على الإيرلي انترفينشن، دي دراسة معمولة فور فيرست إبيسود سايكوز على 56 عيان من ريسنت أونست سكيزوفرينيا. بنشوف فيها الاوارنس بتاع المنتال ايرنس في اول مره بيحصل فيها سايكوتيك ايسوز. تاني حاجه بنشوف الفيو او البرسبشن بتاع العيان او العيانين if they are there is necessity for psychiatric treatment. اول ما بيجي لهم فيرست سايكوتيك ايسوز هل هم شايفين ان هم محتاجين اي سايكوتيك تريتمنت؟ وكمان بنشوف من وجهة نظر العيان أي suggestion about getting treatment starting at an earlier point. هل العيان شايف من وجهة نظره أنه محتاج العلاج بدري ولا محتاجه متأخر؟ فكانت النتيجة بتقول أن في حوالي 57% من العيانين had at least some awareness of having mental illness. دي حاجة كويس أن 50% تقريبا عندهم awareness. احنا ممكن نستفيد من ده لكن في 50% تانيين معندهمش awareness. هنعمل معهم ايه؟ هنعمل معهم ايه في العلاج لما نيجي نكتبه؟ تاني نقطة، 61% من العيانين believe ان الهيلب was unnecessary. يعني في حدود 40% هم اللي شايفين الهيلب is necessary. لكن 61% او 60% شايفين ان هم زيدون كام. نقطة تانية، بعضهم شايف أو بعضهم بيقول إن الـ awareness of the mental illness at the onset بيبقى related to the duration of untreated psychosis. يعني كل ما العيان اتأخر في عملية العلاج الـ awareness بيقل. كل ما يتعايش مع الأعراض الـ psychotic symptoms الـ awareness بتاعه بيقل. وبالتالي إن أنا استنى to delay الـ treatment في الـ 50% اللي ما عندهمش awareness to delay treatment لغاية لما العيان يبقى aware، ده بيزود الديوريشن في انتريت السيكوز. فده ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اصبر على 50% لما يجيله اويرنس زي ما الاسر او كتير الواحد يقول طب حاول الدكتور تقنعه بالمرض. ما ينفعش ان انا استنى لغايه ما يقتنع، ويوم ما يقتنع العلاج مش هيجيب نتيجه. فمن الواضح ان احنا قدام تشالنج في الفيرست ايبيسود سايكوتيك سيكوز. طيب انا اقنعه ازاي؟ حد يقدر يقول العيان عنده هيموبليجيا وعنده حاجه بالنيورولوجي اسمها انازموزيا، يعني في ديفيسيت وبعدين اضيف ان انا ما عنديش احساس بالنص ده، ما عنديش احساس ان النص ده ديزيز. هل انا بقدر بقنعه ولا بشتغل فيزيوثيرابي وبشتغل بالدراجز بتاعتي بتاعت الجلطه وبشتغل
لقينا الانازوجنوزيا ديت اللي هي موجوده في النيورولوجيكال ديس اوردر اللي هي ان اويرنس الديفيسيت اللي بيحصل هي موجوده في عيان السكيزوفرينيا هي كومبليتلي ان اوير انه عيان. فدي حاجه احنا كنا بنقول العيان ده بيعمل دينايل للمرض العيان لقيناها ان هي واحده مش كومن استراتيجي العيان بيعملها مع المرض لما يجيله سايكوتيك سيمتومز دي واحده من الكور سيمتومز اوف السكيزوفرينيا انازوجنوزيا يعني حالة نيورولوجيكا موجودة معاه he can't realize إن عنده deficit استنى عليه لغاية لما يrealize عاملة زي ما core symptoms وعلى فكرة if he is unaware he has no insight وبالتالي صعب جدا عشان كده ال individual ال symptoms اللي هو الأنازوجنوزيا بتقول إن non-adherence with the treatment has been found to be highly predictive of higher relapse rate. انا طالما انا ما عنديش اويرنس للمرض بالتالي ايه اللي هيخلينا نلتزم بالعلاج فبالتالي الريلاكس ريت بتاعي هيزيد نمبر اوف انفلانتري هوستل ادمشن هيزيد مفيش سايكو سوشيال فانكشنينج هيبقى موجود لان انا مش عارف ان انا تعبان وبالتالي الكورس البور كورس اوف النس هيظهر. وكلنا نعلم تماما دي الرسمه المشهوره اللي بتقول لنا حاجه مهمه ان في بدايه التعب والعيان لسه عنده شويه كوجنيتيف ابيليتيز ولسه الريسبتورز في الارياز اللي ما حصلش فيها اتروفي وبرين اتروفي لسه الريسبتورز لما اجي ادي الدواء هتبقى الريسبتورز موجوده قبل ما يحصل الاتروفي this is زي ما بيقول the golden time for treatment and if you wait you are losing the golden time. لما نيجي نشوف العيان later in the course of the disease إذا ما بيحصل ما هو في الآخر هنلاحظ إن العيان when he get awareness this is too late to get any benefit ويبقى according to العلاج الأهل حتى بيقولوا he didn't get benefit من العلاج أو deterioration already حصل مش هنعمل حاجة امتى العلاج يجيب نتيجه early in the course ولسه الدرين ما حصلوش قبل ولسه الريسبتورز اللي الادويه بتشتغل عليها لسه موجوده ولسه ما حصلش cognitive deterioration لان لسه ما حصلش ال widening اللي بيحصل بتاع الventricles ويفقد العيان فيه كتير من cognitive ability بتاعهم. عشان كده اول خمس سنين ان العيان بيلعب فيهم هما احسن خمس سنين اقدر احافظ فيهم على الكوجنيتيف ديسابيلتي وما تحصلهاش ديتيريوريشن حافظ فيهم على الـ لو العيان خف اقدر ارجعه تو سام اكستنت دي السوشيال فانكشن بتاعته. وللاسف الخمس سنين دول بيضيعوا مننا تحت بند ان احنا بنحاول ان احنا نقنع العيان ان هو تعبان بنحاول ندي ادويه واحنا عارفين ان واحده من الكور سيمتومز بتاعت المرض اللي ما عندوش انسايت وبالتالي هي از نوت كومبلاينت. وعندنا دروس كتير جدا جدا مع العيانين ليتر ان ذا كورس فايه اللي يخليني ابتدي وانا عندي دروس اوريدي ابتدي من الاول ريلاكتنسي هيزيتنسي في العلاج وبعدين يوم ما اخد الامور بجديه الاقي ان الوقت راح. That is why it is an early intervention. الوقت راح ليه؟ لان الماجوريتي من العيانين بتوع السكيزوفرينيا ويل ريلاكس. ليه الماجوريتي بتوع العيانين يعني about 80% من العيانين اللي بيجي لهم فيرست سايكوتيك انسول او فيرست بريك ثرو من السكيزوفرينيا ويل سافر فروم ريلاكس within first 5 years. يعني ايه ريلاكس؟ يعني مور وايدنينج مور ديتيريوريشن مور لوس اوف ريسبتورز مور كوجنيتيف ديسابيليتي. فالعيانين دول هيفقدوا جزء كبير جدا من قدراتهم الذهنيه في اول خمس سنين اللي هم الخمس سنين اللي انا كطبيب اديله ولا ما ادهوش الام تلاقي الادويه دي بتبوظ الدنيا لا الادويه دي بتعمل كذا ونقعد خمس سنين انا والاسره والعيان بنلف حوالين بعض طب اقنعه بالعلاج طب يا دكتور اديله دواء طب مش عايزاه يخش مستشفى عشان ما يحصلهوش او ما يعرفش انه تعبان وضيعنا الخمس سنين اللي ممكن يحصل فيهم ريلاكس اكيد بنسبه 80% واللي ممكن يستفيد العيان لو ما حصلش ريلاكس والتزم على العلاج. عشان كده
من الريسك فاكتورز فور ريلابس اللي انا امينتين سستيند ريميشن في العيان بتاع فيرست ايبيسود سكيزوفرينيا. اهم حاجه اللي بتخلي العيان ما يقدرش امينتين الريميشن الانسايد افيست الكوموربيد سبستانس واللاك اوف سوشيال سبورت. وانا اظن ان كل دول في النهايه بيأدوا عشان يحصل ريلابس ان العيان يعمل انترابشن للانتي سايكوتيك مانجمنت او تريت. فبالتالي الخمس سنين دول we are recommending ان احنا ندي ادويه to overcome this insight, lack of insight, to overcome substance abuse واللي بيخش على السكيزوفرينيك بروسس بيبوظ الدنيا اكتر. فكان بنفكر في اللونج اكتنج انتي سايكوتيك. مهم قوي نعرف ان الانسايت في الفيرست ابيسود سايكوزيس ده بيبقى ليه علاقه, ودي دراسه معموله بيبقى ليه علاقه بالسايكوباثولوجي. يعني كل ما اشوف العيان السايكوباثولوجي بتاعه جامد قوي في الاول, هل ده معناه ان العيان هيجيب انسايت؟ كل ما الاقي الكوجنيتيف بيرفورمانس بتاعت العيان حلو, هل ده معناه ان هيجيب انسايت بسرعه؟ وبالتالي وهل لو جاله ديبريشن, ان احنا كنا الاول بنقول الديبريشن ده هو دي حاجه كويسه في السكيزوفرينيا, هل ده معناه ان العيان هيجيب انسايت؟ احنا ليه مهتمين بالانسايت وبالذات في اول ثلاث سنتين زي الدراسه دي معموله؟ لان هو ده اللي هيخلي العيان ادهرنت كومبلاينت على التريتمنت. الصراحه لقوا الدراسه دي معموله بره, مش عارف احنا هنا في مصر ما عندناش الجزء الخاص بالكالتشر. كل ما كان العيان اولد ايج, واحنا دي معلومه عارفينها من الاول ان كل ما كان المرض ابتدى متاخر كل ما كان الكوجنيشن بريزيرفد. كل ما كان فيميل, ومعروفه ان الفيميل إذا good gender for disease psychiatric evidence بيبقى protected إلى حد ما. وكل ما كان فيه white ethnicity دي مش يعني associated with good insight with more insight, هي بالتالي العيان هيلتزم بالعلاج أكتر. لكن للأسف كل ما العيان كان السايكوباثولوجي يعني البانز بتاعته اللي بيقيس السايكوباثولوجي بتاع البوستر والنيجاتيف سيمتومز عالي, كل ما كان فيه less insight. كل ما كان العيان عنده higher depression كل ما كان عنده مور انسايت. ازيد العيان كل ما يبقى حزين على نفسه انه جاله المرض ده, كل ما كان مور ديبريست كل ما كان مور اتاتشد بيه العلاج, فما نزعلش شويه من الاعراض بتاعت الدبريشن. وكل ما كان البرين از بريزيرفنج اتس فوليوم وفي جود كوجنيتيف فانكشن, ده معناه ان الانسايت كويس. وبالتالي ان الانسايت ده هو از اسوشيتد. واحنا ليه بقى ايه علاقه الانسايت بالكلام بتاعنا؟ لان الانسايت اسوشيتد وذ لونجر تايم تو ميديكيشن ادرنس. لونجر تايم اوف ميديكيشن ادرنس هنعرف قد ايه هي مهمه ان العيان بتاع السكيزوفرينيا نقدر نعمل له سيمتوماتيك تريتمنت يعني سيمتوم ريدكشن اب تو ذا ليفل اوف ريميشن, وممكن يساعد تو سام اكستنت for functional recovery اللي ممكن يحصل. عشان كده الانسايت improved significantly over the course of the disease if the patient is taking the drug. تمام؟ ودي نقطة مهمة ان stopping the medication, وكمان مش كلمة stopping the medication يعني العيان يوقف الدواء, لا, ان العيان يحصل له ما يبقاش ملتزم بالانسايكوتيك بس, يعني يفوت يومين يفوت ثلاث ايام اللي احنا بنسميها sporadic sustain of او sporadic stoppage of antipsychotic, ده بحد ذاته بيخلي the risk of relapse 5 times more than patient is going on exactly as the drug is described to him. ومن البريدكتورز كلهم كانوا في الايرلي ادوليسنت. معنى كده ان الايرلي ادوليسنت هم اللي بيبتدي معاهم الفيرست سايكوتيك ايبيسود, هما دول المهمين, دول الريسك بالنسبه للريلاكس عاليه فيهم. والناس اللي بيبقوا في الادوليسنت ما لحقوش يوصلوا للاوبتيمم ليفل اوف ديفلوبمنت اوف كوجنيتيف فانكشن, بيبقى معاهم وورسنينج او بري مورد كوجنيتيف وورسنينج. والناس اللي بيجي لهم اكسترانجل سايد افكت والاكسكتيف فانكشن بتاعتهم قليله, منها الميموري عشان يفتكر قصه الادويه. فبالتالي لقوا ان 50% من العيانين اللي بيتسكونتينيو الدراج الانسايكوتيك في خلال من 3 ل 10 شهور هيريلابس. والدراج ديسكونتينيويشن دي
انا ما اقدرش اعرف مين من العيانين. يعني في واحد يقول ايه، هل ممكن نعرف مين من العيانين لو وقف الدواء ممكن يجيله ريلابس ومين ما يجيلوش؟ للاسف ان المينوريتي هو النوت ريلابس انا ما اعرفهمش واقدرش اطلعهم ولا ليهم ماركر، من الماجورتي هو الريلابس، فلازم اخدهم كلهم ازيزي والريلابس، ما عنديش انديكيتور ولا بريدكتور ليهم. في خلال سنتين 75% من العيانين هيحصل لهم ريلابس، وصاب 25% مش هيحصل لهم لو العيان اخذ الدواء. يعني ايفن احنا لما بيجي لنا عيان بياخد الدواء ملتزم بيه جدا ويجي يحصل له ريلاكس، اول حاجه بفكر فيها ان العيان ده نوت كومبلاينت وما بياخدش الدواء. يس دي اول حاجه ممكن افكر فيها. وهم دول اللي هم ال 75 اللي هو لو ما اخدوش الدواء هيقعوا في ريلاكس، لكن في ناس بياخدوا الدواء وفي اذر فاكتور ممكن تخلي الريلاكس يحصل. سايكو سوشيال ستريس، ان العيان فقد حد من عزيز عليه، امور غير مكان لمكان، حاجات كتيره جدا ممكن تسبب. انا ما اقدرش اجيب ال 25% بقى دول اللي هم وير ريلاكس اوت وهم بياخدوا الدواء، لان اول حاجه بتيجي في دماغي انا مش عارف العيان بياخد الدواء ولا لا. تصور لو العيان بياخد الدواء ده في صوره ديبوت، وانا اللي اطيله الديبوت دي بنفسي يعني لونج اكتف، وحصل له ريلاكس، اول حاجه هفكر فيها ان في حاجه ثانيه غير الدواء. يا اما الدواء ده ايه الفيتد دي حاجه ده لان هو بياخده، يا اما في اذر سورس اوف ستريس هي اللي عملت ده، فده هيخليني اواجه شغلي بصوره سليمه للعيان ده واشتغل معاه بصوره افضل بدل ما اقعد افكر ان العيان اخذ الدواء ولا لا، لان دي ليها كونسيكونس مش حلو. فبالتالي ان العيان يلتزم بالعلاج، فمن كل اثنين يلتزموا بالعلاج تمام، انا اقدر امنع واحد وان ريلاكس جايه في خلال سنتين. ده اسمه النمبر نيدد تو تريت. الرقم اثنين ده مش موجود في معظم الامراض في العالم، يعني معظم الامراض في الطب مش موجود رقم اثنين، كلها تبقى 10. يعني لازم اعالج 10 عيانين عشان اقدر استفيد ان واحد ممكن يحصل له بريفنشن زي ما يقدر الانفارش. انا عندي ديزيز ان انا لو بس العيان التزم بالعلاج كل اثنين اقدر امنع واحد منهم ان يجي له انذر ريلاكس، فده رقم حلو جدا ويعتبر بالصوره دي فيري ايفيدنس بيز اللي انا اقدر امشي بيه. في رقم كبير معروف اللي احنا قلناه في الاول، ان في حدود 50% من العيانين مش ملتزمين بالعلاج اللي هم بياخدوه. لكن المشكله اللي انا ما بعرفش ال 50 دول، فبنسميه كوفرت نون ادهرنس، اللي هو النون ادهرنس اللي مش معروف. يجي العيان يسالني انت ملتزم بالعلاج؟ اه ملتزم بالعلاج. تعبت؟ اه تعبت. يبقى الحل ايه؟ الحل ان الدواء ايه افكتيف، يا اما هغير الدواء يا اما هرفع من كفاءته. فيجي العيان مش بيستجيب لانه ما بياخدش الدواء وبيريلاكس، هعمل ايه؟ هروح ادخله المستشفى. وانا في المستشفى عندي اخر جرعه انا كنت كاتبها عشان هو ما كانش بياخد الادويه بعتقد ان هو بياخدها، فعندي اخر جرعه، اول ما ياخد اخر جرعه ايه اللي هيحصل؟ سايد افكت. فيبدا اهل العيان يقولوا ايه؟ ده العيان لا ارتاح على الدواء ولا ارتاح من غير الدواء، بيحطني انا في ديليما رهيبه، وابدا احط العيان اندر ذا تايتل سكيزوفرينيا ريزيستنت تريتمنت. وهو قصه انه نان ادهرنس. انا عشان احسن الادهرنس ما لاقوش حاجه تقدر تحسن الادهرنس على الاطلاق، يعني اقدر اعرف ان عندك كومبلاينت على الدواء ولا ايه. ممكن يجي في ذهننا عشان اعرف العيان بياخد الدواء لو هو اورال تريتمنت؟ ايه اللي يجي في ذهننا عشان اتاكد ان العيان اخد الدواء ولا لا؟ اعد الدواء؟ طب ما انا لو عديت الدواء ممكن ياكل وتوفوا. ايه تاني هعمله؟ اقيس السيرم ليفل، هو اخده النهارده ولا امبارح ولا اول؟ انا ما عنديش سيرم ليفل يقول لي في اول يوم هيبقى كام؟ ثاني يوم هيبقى كام؟ في حاجه معروفه اللي هي الاكسترا جرامل سايد افكت لما بتظهر نقدر نقول اه يظهر انه كان بياخد الدواء. مفيش حاجه ابدا اقدر اعرف بيها الكومبلاينس والادهرنس طول ما انا بدي الاورال تريتمنت. سو اتس لوجيك بالنسبه للعيان اللي انا افكر ان انا الجا بطريقه ثانيه احايد حته الادهرنس عشان اشوف العيان بيستجيب ولا ما بيستجيبش. فكل العيان مش بياخد الدواء ده هيخليني اغير الدواء، انسايكوتيك تشينج، ازود العلاج. او احط دوايين مع بعض او ثلاثه مع بعض. او اخر حاجه اقول للعيان ده تريتمنت ريزيستنس واسيبه بقى.
when the patient is treatment resistant, so قعد لفترة طويلة بياخد oral antipsychotic, وانا دخل بقى lately اللونج اكتيف انتي سايكوتيك تكون انا عديت الفتره بتاعت الخمس سنين, انا اديله الاقي ان اللونج اكتيف ولا غيرها من الادويه بتجيب نتيجه لما عديت اللي هم بنسميها الهاني مون بيريو اللي انا اقدر ادي الدواء واجيب نتيجه. ايه اللي يخليني استنى طول الفتره دي وما ابداش الدواء بيأشورني ان هو بياخد العلاج؟ تمام, فدي من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها, لان النون ادفانس قصتها طويله جدا. دي حاجات خاصة بالمرض نفسه, المرض نفسه بيبقى كور سيرتو في النون ادفانس. المشكلة ان انا as a physician my perception باستمرار واحدة من الايجو بتاع الدكتور ان العيان بتاعي بياخد الدواء, ففي حاجة عند الدكاترة ان معتقد ان العيان بياخد الدواء, لكن اكشوالي لما بنعمل جود مونيتورنج 50% الرقم المعروف العالمي 50% من عياننا ما بياخدوش الانسايكوتيك تريتمنت. ومهم قوي نعرف ان ويز افكتيف تريتمنت ريكفري, كلمه ريكفري دي في منتهى الاهميه, ريكفري از بوسيبل. يعني ايه؟ يا اما يحصل لونج لاستنج سيمتوماتيك ريميشن, يعني السيمتومز بتروح, ودي حاجه كويسه قوي في السكيزوفرينيا ان السيمتومز بتروح. 27% كواليتي اوف لايف بتتحسن, لونج لاستنج ريميشن 13%. ريكفري بقى بمعنى كلمه الرجل العيان يرجع زي الاول, دي العيان اللي يجي له ايبيسودك سكيزوفرينيا وان اتاك وخلاص وانتهت وتمي بي, لكن انا اقدر احصل على درجه معقوله من التحسن والريكفري لو العيان ماشي في فيت تريتمنت لفتره طويله. عشان كده اي عيان بعد ما بيحصل ستابلايزيشن للانسايكوتيك بتاعته بالاورال ودخل انفولنتري ستيت في الهوستل, ده من العيانين اللي الواحد ممكن يفكر ان هم ممكن ياخدوا اللونج اكتنج انسايكوتيك. ويوزنج اللونج انسايكوتيك ايريا, وبالذات لما يبقى فيه شيرد ديسيجن, في عندنا مفهوم خطا شويه في اللونج اكتنج انسايكوتيك. وي ار بريزرفينج اللونج انسايكوتيك فور ذا سيك of the most sick patients, هم دول العيانين التقال قوي. النقطه الثانيه, دول حاسبهم للعيانين اللي ما بقدرش اتعامل معاهم وسموهم باد بيشنت, كل واحد مننا عنده كده باد بيشنت بياخد منه بيدي له الانسايكوت. عايزين نفكر لو واحده عايزه تمنع البريجنس, في كتير جدا من الستات تقول لك انا عايزه امنع البريجنس وبتفكر في الجيبو, هل انها باد او سيك ولا انها this is the most convenient way اللي بتأكد لها ان ممكن ده بيبقى زي birth control maneuver. ليه ما نفكرش ان ده the most convenient way when the patient in the early stages of the disease progression, عشان اشوف العيان واخد من الدواء ده the most convenient and most results. لان انا لما بتأخر في العلاج بيكون العيان بدأ تظهر عنده إكسترانل من أدوية تانية وتارجت ديستينيزر, ولما باجي أدي اللونج أكتنج إنجكشن بلاحظ إن السايد إفكت الأكيوميليتد مع العيان دي أنا بنسيبها اللونج أكتنج إنجكشن إلى حد ما, ومنها كمان ما كانش بياخد الأدوية وأنا شفقه وقلت العيان ما بياخدش الدواء فعليته الجرعة, فلما جيت أحسب اللونج أكتنج حسبتها على أعلى جرعة العيان, فأعلى جرعة العيان كان بياخد عليها الأورال وديها انتسايكوتيك لونج اكتيف اكيد هيبقى لها سايد افكت. ده ميزه اللونج اكتيف انتسايكوتيك ان انا بخفف العيان بدليس انتسايكوتيك دوز, فانا لما اجي اتاخر ويكون العيان اخذ ادويه كتيره واحسب على اعلى جرعه كان بياخدها انا بديله بخففه وذ ماكسيمم انتسايكوتيك دوز. عشان كده اللونج اكتيف انتسايكوتيك ف 64% من العيانين بتقلل الريلابس ايفن لو العيان بياخد نفس الماده اورال. يعني انا لو ادي نفس الماده اورال واديها انجكشن 64% لور ريلابس ريت زاد ايكوفرنت اورال ميديكيشن, بمعنى ان ازيف اللونج اكتيف انجكشن از انذر دراج ذان ذا اورال, از انذر دراج ذان ذا اورال, لانه بيديني مور افكت 64% less than a relapse rate من الأورال. And the use is of long acting antipsychotic في الفيرست
بيسووا سكيزوفرينيا is more effective. ليه more effective؟ لأن بلس الدواء أنا متأكد إن العيان بياخد الدواء. لكن أنا عايزكم تتخيلوا حاجة إنه more favorable side effect. That is why. أنا بدي الأورال أنا بخلي العيان يتأرجح ما بين zero level قبل ما ياخد القرص ل 100 level. What is the average of zero ل 100 is 50. الأفرج ده هو اللي بيستفيد منه العيان. When I'm giving the patients a long-acting antipsychotic, العيان يتأرجح ما بين 45 وال 55. What is the average between 45 و 55? It is 50. So in all long-acting and the oral antipsychotic, the patient is exposed to the average dose, but without this fluctuation, اللي هو بيطلع side effect من الدواء. لأن side effect coming when the patient reaches the 100% exposure and the symptoms of schizophrenia appear when the patient reach zero level of antipsychotic. أنا مش هعرض عياني للفلكتويشن ده، أنا هعرضه للأفريج من غير ما أعرض للفلكتويشن. فبالتالي it is more effective plus it is less side effect, more favorable side effect. عشان كده لما يقول الادفانتج بتاعي اللونج اكتنج انسايكوتيك when I'm treating first episode schizophrenia ان مفيش need for daily administration. ده الخلاف اللي بين اي اب وام مع ابنهم. تصوروا ان انا بعمل اكسبوجر مش هقول في اليوم مره، هنقول في اليوم مرتين. عارفين كام اكسبوجر بين الاب والام والمريض في السنه؟ 365 في 2، يعني الرقم ده يبقى 700 وكذا خلاف في السنه بين الام وابنها عشان ياخد الدواء. مع واحد عنده كوجنيتيف امبيرمنت، مع واحد عنده هيزيتيشن، يعني جزء من السكيزوفرينيا استحمها ولا ما استحمهاش، يا نهاري اعملها مع كل قرص انا برضه انا كمان اخد ولا ما اخدش، اسيب عيان يتعرض لكل الاستريس ده 365 مره في السنه واصلا عنده كوجنيتيف امبيرمنت وبينسى وما عندوش انسايت، ولا اخلي هذه المعركه من 365 ل 12 معركه في السنه وممكن تبقى كمان اربع معارك في السنه اللي هو no need for daily administration. And it is guaranteed for adherence. يعني ايه guarantee بقى for adherence؟ يعني هو دي الطريقه الوحيده لما ادخل الابره ابقى اشورد ان العيان اخذ الدواء. ما عنديش طريقه ثانيه. اخذت يا ابني الدواء ولا في مستراس بين الاب والام؟ لا انت ما اخذتوش. خلاف بين الاب والام مع ابنهم. وبعد كده الخلاف والمستراس يتنقل من الدكتور للعيان، لا انت ما بتاخدش الدواء. ولو انا كاتب دواء مش حلو هتهم العيان وما بياخدش الدواء. لو انا كاتب الدواء كويس هتهم العيان فالعيان متهم. فده بيحسن العلاقه ما بين العيان وبين الطبيب والاسره الى حد ما. النقطه الثانيه الريلابس ريت لور 64% ريلابس ريت حتى لو اخذ نفس الدواء اورال. والكونسيستنت باي افيلابيلتي والفلكتويشن ده بيقل وكمان بخلي العيان بقى يفضل. انا دلوقتي خلصت من مشكله الدواء، فكر في الكارير، فكر في بي فري، سافر هنا او هنا. في جدا بيقول لك والله انا عايز اخد الدواء بس انا خايف لحد يشوفني يقول لي الدواء ده بتاع ايه، اقول له ايه؟ هنكشف. ففي اوقات بيبقى العيان هي وونتس تو بي ادهرنت اند ذا روت اوف ادمنستريشن از ا بارير تو بي ادهرنت. فحته الانجكشن هي اللي بتفاسيليتيت ده. هل ده ليه ديس ادفانتج؟ طبعا ليه ديس ادفانتج. انا ما بقدرش اظبط الجرعه، لازم اظبط الاورال الاول وبعدين ما بقدرش، لازم اعمل سلو تايتريشن عبال ما الدواء يبني جرعته الى حد ما في الدم. لو ظهر سايد افكت ما بقدرش اسحب الدواء ده، بيقعد معاه شهر او ثلاث شهور عبال ما بيحصل ده. في ناس كده في المجتمع عندنا اللي بياخد الابر يبقى مرضه تقيل، فهو ده من الحاجات اللي بتعمل ستيجماتيزيشن. اند فاينلي طبعا الكوست، هل تتصوروا ان في ناس طبعا الابره غاليه جدا، بس انا عايز اقول نقطتين. هل في مصر دلوقتي لو العيان قعد 3 ايام في المستشفى ما يجوش بثمن الابره؟ يعني الابره بثلاث ايام وقعد في المستشفى، بره بيحصلها باليوم، يعني الابره بثمان يوم وهو قاعد في المستشفى. هنا في مصر هنقول 3 ايام، اقل مستشفى هتاخد منه 500 جنيه.
تمام؟ فالابره بثمن 3 ايام ممكن يكون عادي، فكوست بنفيت ممكن تكون ارخص. And lastly, treating patients with long acting antipsychotics as early as possible to gain the advantage of treatment from the first episode, if possible, can reduce relapse, the number of duration of free hospitalization, and preserve the cognitive symptoms. لأن مفيش دواء بيعالج cognitive deterioration لو حصل، لكن I am preserving the cognitive symptoms اللي أنا ببنى عن relapse. And they can improve by maintaining the treatment, the quality of life, and thank you.